يا شباب يلا محمد زيد زيد دقيقة ترى ما بحاول شيء عفوا يا شباب واحد الكلمة ارجع له شوي يا شباب كمان خطوة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تم تدشين الجلسة هذه من قبل اخوي المهندس واطلق عليها اسم جلسة السعادة عبد الله العلاوي معليش عذره دقيقة وعندنا كم كلمة طيبة ان شاء الله نتحوز على رضاكم ولنا شعار هذا شعار السعادة وعفاكم شعار السعادة يلا تفضل يلا شباب يلا الله يسعدك في جلسة السعادة لا لا في جلسة السعادة في جلسة السعادة جعلها أحلى عادة في جلسة السعادة في جلسة السعادة عبد الله يا علاوي ثم الداوي عبد الله يا علاوي تجرحنا ثم الداوي يا محمد يا مهندس لإحساسك دايم تهمس يا محمد يا مهندس يا عون يا ربي حبك داخل قلبي يا عون يا ربي يا عون يا ربي يا محمد يا مري حبك دمي يجري يا محمد يا مري يا محمد يا مري يا زيد يا ابن نايف يا زيد يا ابن نايف يا زيد يا ابن نايف يا ابن حليبي يا خالد يا ابن حليبي يا خالد يا ابن حليبي يا خالد يا نمري يا هجلة تستاهل نهر دجلة يا نمري يا هجلة يا نمري يا هجلة يا زيد يا ابن هزة شاشوفك دعيب هزة يا ابن هزة يا زيد يا ابن هزة زياد يا ابو طارق وجودك دايم فارق زياد يا ابو طارق زياد يا ابو طارق سليمان يا ابو هيا ليتك عرفت من زمان سليمان يا ابو مايا سليمان يا ابو مايا يا بدر يا فلا وحدة تقدم عبد الله علاوي محمد المهندس يلا يلا يا الربع يلا يا الربع امسك يد واحد انتبه انتبه واحد يلا يلا افتتح 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 يلا 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 شو اسمه؟
تدري والله طاح بالحركه البطيئه بالحركه البطيئه نزل اي هذا لاحظته